شارك العشرات معظمهم من النساء في تظاهرة بالعاصمة واشنطن من أجل الدفاع عن الحقوق الإنجابية للمرأة التي تأتي بعد 4 أيام فقط من فوز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في الانتخابات. يتخوف المحتجون من سياسات إدارة ترامب المقبلة، لا سيما بخصوص الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية بما في ذلك وسائل منع الحمل وعلاجات الخصوبة بعد حظر الإجهاض بقرار من المحكمة العليا التي ألغت حكما سابقا يعرف باسم رو ضد ويد الصادر قبل قرابة 5 عقود. أعتقد أنه صحيح أن ترامب سيوافق على حظر الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأنا هنا للكفاح ضد ذلك. لقد هدد بسجن المحتجين والأشخاص الذين لا يتفقون معه أو أن يجعل الجيش يلاحقنا، وهذا جحيم. أنا على استعداد للموت من أجل تفاديه. أنا مرعوبة وقلقة من أننا سنعود إلى الوراء وأن أشخاصا مثل هؤلاء هم من يمنحونني الأمل في أننا ربما لن نعود، لكن يبدو أنهم يتبعون نظام الحزب الواحد. لقد بكيت لأيام وينبغي لي أن أتحرك، وهو الأمر الذي جاء بي للمجيء إلى هنا.